عايزه اقول لكم يعني انا كل الحاجات دي تجربه بناخدها وان شوت كده ومختلفه. احنا بنهزر احنا بنلعب النهارده. انا قلت لكم من الاول ان الحلقه دي هتكون مختلفه. محمد انا عايزه اعرف منك، انت دلوقتي بتقولي انا بسمع انواع مزيكا كتيره، لو هقدر اقول مثلا انت ايه اللي انت بتحبه اكتر حاجه؟ مثلا بتحب الاسبانيش، بتحب مثلا بتحب الجاز، بتحب ايه بالظبط؟ انا بسمع اي حاجه تيجي في طريقي، يعني كل الالوان بسمعها. واي انت اكيد بتسمع غربي، بتسمع شرقي، مين غربي؟ طيب سيبك من الشرقي، ممكن يبقى فيه بسمع طبعا هانز زيمر، بسمع يعني بسمع شكوريه، بسمع حاجات كتيره يعني. انا بسمع ريتشارد، في حاجات كتيره قوي بسمع من الموسيقى التصويريه وبسمع من الموسيقى العاديه. بسمع ناس ما حدش يعرفها زي مثلا هاز سكوت، دي من اشهر عازفي البيانو في العالم يعني. ففي ناس كتير بسمعها. الشرقي مثلا بتسمع القدام؟ طبعا يعني احنا بنقعد دايما قدام المزيكا عبد الوهاب وام كلثوم نقعد. لا هما كانوا مختلفين يعني، كان كل واحد ليه طعم يعني. لما تيجي نسمع فريد مثلا، فريد كان سبق عصره في التوزيع طبعا، يعني في زمن كان كل الناس بتلعب فيه ميلودي. زي اندريا كده، اندريا كان فؤاد الزهري طبعا العبقري اللي انا بموت في مزدكته والله يرحمه، استاذ محمد فوزي.